هلو مدام، هلو. يا سلام، أول مرة حد يحترمني في اللوكاندا بالطريقة دي. لا، الخواجات مؤدبين، ست مهذبة صحيح. هلو. دو كيل بيي فوزيت؟ يعني دو كيل بيي فوزيت في دو كيل موليفر. احنا في الإعدادية خدنا أورفار بابا أورفار ماما. من أي بلد؟ جي ايام جيشان. جو سي يو عمر شريف. نو ايام عمر الجزاوي. كيزمي كيزمي. نو كيزمي. اي كام. نو مدام كيزمي. مدام كيزمي. لو كنت جيت قبل كده بـ80 سنة كان ممكن. موني. نو نو مدام. نو مدام كيزمي. بليز بليز جون مدام. نو نو مدام. استهانم. ايه في ايه مالك؟ واحدة ست، هي عيلة صغيرة وزي القمر، بس عايزة تعتدي عليا، تعتدي عليا. ايه؟ أم شريف، أم شريف. شفت بقى؟ شفت حلاوتها؟ عيلة، عيلة. جتام، جتام أم شريف. ايه ده؟ جتام أم شريف. جتام. شوفها مالها؟ مدام يا جميل، فوق الله يخرب بيتك، هتودينا في داهية. دي ماتت. هتعملي ايه؟ هكلم مدير لوكاندا. اعملي معروف بلاش، احسن لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيش. يا سلام، وعايز نسيب واحدة ميتة في اوضتي عشان يقطعوا رقبتي بدل ما يقطعوا عيشك. مظبوط طبعا. طب انا هقول لك على حاجة، احنا هنستنى لما رجلك تخف وترقى شوية، اجرجرها على اوضتها ولا من شاف ولا من دير. انت اكيد مجنون. لا، هو انا مش اكيد مجنون، انا اكيد منحوس. قدامك اللوكاندا واسع، ما لقيتش الا اوضتي انا تجيب لي فيها البلاوي دي. مش انت قلت لي لو احتجت حاجة باجي لك؟ لكن مش تجيب لي معاك قتيل. هو انا كنت قاعد مع عزريل على القهوة وقال لي انها هتموت هنا؟ ده عمار يا فندم، والاعمار بيد الله. طب اتفضل شيلها من هنا حالا. طيب حاضر. طب معاكي سلبه؟ مفيش سلبه هنا. طيب طب ايه؟ طب ايدك معايا استهاني من فضلك. كمال انا بس ومال ده كله. استهاني ما تخافيش، دي ميتها مش هيحصل منها حاجه، وبعدين كلنا سوف ناخد هذه الرغده، في اخر الامر جميعا سوف ناخد هذه الرغده. يلا جميل، يلا استهاني. يا ربي. استنى بقى ايه؟ شوف شوفي ربنا سبحانه وتعالى. ما اتحضنتش وهي عايشه تقوم تتحضن وهي ميته. ربنا سبحانه وتعالى له حاجات. عمر الشريف نفعك يا اختي. ليك روح جميل. يا مريض وضمنايا. انا بقولت تبلغي اللوكاندا احسن استهانم. بلغي اللوكاندا ارجوك. بلغي اللوكاندا. باسبور. باسبور. ما اخدوا الباسبورات ليه؟ عشان نشوف الاشماوي بتاع يونان هيشنقوا مين فيكم. المركب وعليها 1000 راكب، وبالرغم من كده حظي الوحش ما يوقعنيش الا فيك انت. حظك منيل، نصيب بقى. والمصيبه انك قاعد ولا على بالك. يعني انا اعمل ايه؟ ارقع بالصوت، الم اتينا عليا، اشد في شعري، اقطع في خلقاتي. اتصرف يا بني ادم، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه؟ الوليه ربنا اكرمها واتكت على الله وارتاحت من الدنيا وبلاويها، واحنا مظلومين وهتتضح براءتنا ضروري. وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح. احنا ورانا حاجه؟ ده احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حاجه. أنا نسيت نفسي.
انا جاي اعتذر. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني اجرح شعورك بكلام انا ما اقصدوش. مفيش حاجه، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقه. ابدا، انت شاب شريف ومكافح، وده مش عيب. شويه امل وشويه صبر ان شاء الله حبيبي. ليش ما حضرتك كنت بتتكلمي كده يا ولد؟ انت بالفقرة اللي زينا. يا سلام، وليه ما كنتش افقر منك وتعبانه في حياتي عنك كمان. النبي استهلا، مش عايزين تريقه، كفايه اللي احنا فيه ده. في واحده قاعده فوق لسه ما اتدفنتش. انا بتكلم جد، صدقني. شوف يا استاذ هانم، احب اقول لك على خبر هام. اتفضل قول. احنا قال ما خلصت قوي نفهمها وهي طايره. وبعدين؟ بس انتهى الخبر الهام. وايه رايك بقى يا استاذي اللي بتفهمها وهي طايره؟ اني بشتغل مربيه عند عيله مصريه عايشه في الخارج. شفت بقى ازاي ان كفاح مش عيب؟ الله، والكابينه اللوكس اللي على المركب واللوكاندا اللي تلوح، كل دول كانوا محجوزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما اخرت سفرها سبقتهم انا عشان اوضب لهم البيت. ورحت عامله فيها بنت ابو علي. يلا، حد واخد منها حاجه؟ وهريتينا قلاطي اهو تسالي. الله يخرب بيت الشيطاني، ده اللي كان يشوف الفشخره بتاعتك على المركب يفتكر انك انت امبراطوره. الله لا يا خساره، الاسماء والتخينه ملوش خز المره دي. انت لقيته براح. الله يخرب بيتك، وده حاجه تزعل. علي خال، انت مفيش شغل معايا من النهارده. ما انا عارف اني مرفوض من غير ما تقول، وهي دي القنطه، دي زريبه. الخريج سويد، انت عملته ساكنه معانا كمان؟ لا شوف اما اقول لك. المهم انا ممكن اسافر النهارده؟ ممكن مدام، بس ما الكيس دوا بالراجل السودا لي ده. يا جدع عيب حسن ملافظه، مش حل ما اخواتش خواجه. عن اذنكم. بتبص على ايه؟ بص لي هنا. سلطة بتاعك اهي، وريني ارض كتافك. انا مش همشي من غير ما اخد تعويض. شوف حبيبي، خينا في اللوكاندا في عندنا خمسه راجل زي الخيطه، بيسارة واحده ممكن يجي يتفاخر معاك. خمسه خمسه؟ خمسه خمسه زي الخيطه. زي الخيطه. سلام عليكم. اشوف وشك بخير. لا معلش، هوصلك المطار. مفيش داعي، انا سافرت قبل كده كتير وعارفه السكه. لا 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 لا، هوصلك المطار. تروح شمال تيجي يمين برضه هوصلك المطار، بس عشان ما اعطلكش. هو في صايع بيتعطل؟ يلا. لازم يعني تسافري؟ أكل عيش. هما بيدفعوا لك كتير في الشغلانة دي؟ يعني يا دوب. طيب مبسوطة بالشغل معاهم؟ إن جيت للحق، لأ. إنما مفيش إنما. لا ما هي عادلة ولا مبسوطة. ليه تروحي لهم؟ أمال هعمل إيه؟ خليكي معايا، إيدك في إيدي نكافح سوا. وبكره باذن الله هتشوفي هنكسب قد ايه، وليك على اللي بيدفعوا لك في سنه هنكسبه احنا في شهر. معقول؟ انا جربت الشغل بره وعارف، وخدمه بخدمه بقى المكسب اجدع، وهو تعملي حاجه لمستقبلك. ايوه بس دول كانوا يزعلوا قوي. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمعي كلامي وبعتي لهم جواب استقاله، صدقيني هننجح وهنبقى اخر عال. انا حاسس ان ادامنا هيبقى خير على بعض. واضح جدا، بدليل ان احنا في يومين اتنين رحنا اسم البوليس واتهمونا في جريمة قتل، ولسه مين عارف. وماله، اللي أوله صعب آخره راح. قلت إيه؟ موافق مش كده؟ طبعا الحمد لله. هو أنا لسه قلت حاجة؟ أنا كنت واثق إنك أنت هتوافق. استنى هنا يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى، ستوب هير بليز يا اسطى. يلا انزلي انزلي، الخيرة فيما اختاره الله.
بالذمه انا مش مجنونه اللي سمعت كلامك. طبعا، بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟ يغرق في النعيم والعز. قولي، انت دايما واخد الدنيا قفش كده؟ ما هو يقفشها انا، هتقفشني هي. قول نتغدى هنا ولا نشوف حته ارخص؟ لا، نستنى ما نشوف حته ارخص. برافو عليك، انا يعجبني الست المدبره. نظامنا ايه بعد الغدا؟ نشوف حته رخيصه وظريفه ننام فيها، وبكره الصبح بدري هنسافر على بلد صغيره هنا، عنوانها معايا. في واحد صاحبي كان بيشتغل جرسون في مصر، هو هاجر هنا. هو وعدني ان هدور لي على شغل اول ما اوصل. طيب، خليني وراك اما اشوف اخرتها. اخرتها طين طبعا. طبعا مش هتشيل انت حاجه هنا. لا، جنتل. ها جنتل، انا مش انت الراجل. اتدبس انا بقى عشان جنتل. ها الله العظيم. لا، عشان انت الراجل. انا الراجل اتدبس انا يعني. ايه رايك في اللوكاندا دي؟ كويس، بس تلاقي الليله فيها مليون جنيه. قصدك ايه؟ قصدي ندور على غيرها. غالي جدا. ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه، بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخره ايه بس؟ طب اسمعي، انا جات لي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في الاستقبال ان في اوضه فاضيه في الدور الثالث. انا هروح اجازة الواحد علشان تبقى رخيصه، وانت تحصريني بعدين، ولا من شاف ولا من دري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ستي لو طلعت مش ولا بد، ابقى راقعه بالصوت ولم عليها العالم. تعال هنا. الدور الثالث، ها؟ ما تنسيش. عليا النعمه، انت مجنون رسمي. تنحلي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. نو اي ام بوليس. بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا حبيبي، مع الف سلامه. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقة طبعا اللي حصل. ايه؟ ما شفتيش قبل الواد الدبالة المفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفت. ايوه، بس واحدة زيي مكانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ لا كده حلوين قوي بالصلاة على النبي، سيب بقى بالقلطة بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم؟ انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير، احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقولة دي؟ حبك قوي الورده دلوقتي، حبك. ثانك يو فيري ماتش. نو بقشيش، اي ام ايجيبشن بوليس. ما بيدفعوش بقشيش. مع السلامه، يلا. يا جماعه اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شويه. ساتر، ده انا ضهري كان هيتكسر. انزلي تحت السرير. ايه ده، انا لحقت.
انزلي تحت السرير، الاوضه نفر واحد، انزلي تحت السرير. معقولة يا ربي؟ استنى عليا. حاططني في دماغك انت بقى، مفيش في اللوكان ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش، اند نو بكشيش، وانا ايجيبشن بوليس. مع السلامة. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن، من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير، سبحان الله غير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا نرمج يا اخي. طب حقك عليا، ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني وطي صوتك لاعرفوا اللي احنا اتنين. ممدوح، خليك فاكر ان انا قبلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح يا فندم. يلا نامي يا حسن، تليك هلكتي بالله في طول النهار. حاضر. طيب وين؟ هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ الامر حاطط راسي على الباب، هنام على الكرسي، انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله، طب وايه اللي خليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد، ويتهد كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. انا قلت بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل. ممدوح. لازم انت تبقي تحت السرير. على الصبح كده. Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ Excuse me, why two breakfast? One for you. Yes. And one for madam. أنتوا عارفين إنك أنت تحت السرير. يلا بينا نفطر بقى أحسن، أنا ميتة من الجوع. أنا اللي هيجنني بقى التدبيسة اللي أنا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. بقولك ايه؟ ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلم؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا. عارف انها تقيلة شوية بس بكرة بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمة لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقة للنوم في اوروبا، اسمها طريقة النوم المريح في مواجهة الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حتة اسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغاية ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمه كلمتي والشورى شورتي. هو فين البيت ده؟
اوروبا كلها بيتنا. ساعه حلوه حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع تد عدوك على قفاه. بكلمك جد، ساعه جميله. اه يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقول لك ايه، انا هستخبى ولما عربيه تقف لك هطلع لك على طول. طيب استخبى. طيب بليز take me to follow Romani. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. ده استنى. مسيار. ده عليك وعلى اهل. شوف. وات هابن دي يا اسطى؟ بوش بوش جيف مي بوش. مي مي عايز زقة بوش؟ اه. وانتوا كمان هنا عندكم زقة؟ وانا فيها حيل عشان ازق. زق كمان. الله 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 يا ابن الحرامية. Come here. Come here. I love. I love. I love you. I love you. Come here. Please, please, please. مساء الخير يا اخويا. انت فاكرنا ايه؟ انت مصيع قوي. انت فاكر نفسك ايه؟ احنا من الضرب الاحمر يا قلق. انت هون. اقف اقف. شوف اقف يا قلق. شرب يا ابني الكلبون. ممدوح اديله. اديله على دماغ امه. كويس اللي انت عملته في نفسك ده. انا بصراحه كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى، بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجوني وبيقولوا لي ليس انكل ليف دادي دادي كول هيز كريزي لايك فول ان ان ان. يعني مستعد تاخد تأبيدة علشاني؟ تأبيدة مين؟ غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيدة واربعة اعدام. بلاش كدب وقولي. انا مستعد اقول لك كل اللي انت عايزاه بس بشرط تخلي ايدك كده على طول. ليه؟ لان الوجع كله بيروح من لمسه ايديكي والعذاب بيهرب من نظره عينيكي. يا نهار اسود على الكلام. من فضلك خليك جد بقى شويه. قول لي هتعمل ايه دلوقتي؟ هعزمك على غدا فاخر يرم جتتك. هات ده فرشنا الصفر. ايوه انا احفر. ده فول مدمس ورانا ورانا. هات ده عشاء القهوه.
ده سروسي بقى القعدة. متهيألي سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت، ده هي بس اللي بايته معاك. انت بتتجامد انت. عليا النعمة ما انا فاكر. انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. بتعملها حلو قوي. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ بقولك ما خرجش من ايام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدو فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، وما حدش ما عندي حاجه، وما اعرفش حد. امال خطفوا مراتك ليه؟ معرفش معرفش. ما تتحرك مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني في حالي يا اخي، سيبوني في حالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك. سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خير ورشاد بقولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلمهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس اللي دافعها 8 سنين طويله جوه السجن من عمري دي حقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا نوعه كمان. انت هتقابلهم امتى وفين؟ انت قبل لغايه ما يجي. علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الوقت كان ابنية في عيني. هي باصت ولا حاجة يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضلوا. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. هو بال كل سنه يا روحي. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ممنونه. معقوله. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك، اخته جوه تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزلنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي. امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين تلاتة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا. شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة؟ آجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم؟ دي عبلة موسى. عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك. خد. أنا أي مساعة نونة في المطبخ. هاي. لا يا بابا، ميرسي قوي. أنتِ تخرسي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجة واحدة بس، إن أنا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الأول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش أي حاجة تتعيب. لا في عجرفة الفقراء ولاد الحيلة. وما تنسيش إنك أنتِ محسوبة عليا. أنتِ اسمك عبلة موسى. وبرضه أنا حرم المقدم شريف بركات. يلا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت لحد فلاك هنا. قولك يلا. بالراحه. يلا.
الخير يا رجاله. مساء النور. ايه ده؟ جايب حرامي ومكلمش معاك يا مان. اما حبيبه والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكراكونات والسجون اتملت فول قصر عشان يجيبوا الحراميه يبيتوهم في بيوتهم. اتفضل. هو عليه انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القباه عمبر واحد زيزان 24. بقول لك حنف القباه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهل يا حماتي. مساء الخير يا تاني. قدامي قدام. طب قدامي يعملوا لنا شويه شاي خرمان. منى اعملوا له شويه سم هاري يشربهم. قدامي. ايه تعالى هنا اهو. خش قدامي. موسى. ماما. خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك لو تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افترى وخلاص؟ اتكتم خالص بقول لك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهداب يا حبيبتي. يلا يلا بينا يا كريم. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. بصي صوتك خلي اسمعنا. مع السلامة مع السلامة. هي حصلت يا شريف تقلب لي تخشيبه وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبلة ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبلة عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده. نجرح منه الشاي يلا خلصيني. انا؟ ايه خايفة من ايه؟ يلا. وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من قد من اعدامه. بحسبك حنف القباه. نعم؟ حنف القباه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افرج بعد 22 سنة. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخدة ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. منى منى. عاش الاسامي يا منى. انت بتقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا. معقول؟ معقول حد بالحلاوه والجمال ده متجوزه لغايه دلوقتي؟ ازيك يا منى؟ في
عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلبني في بيتك شيبه يا شريف؟ سبحان الله سبحان الله. ايه؟ في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ اه. هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك. كل حاجه فيك بتفكرني بيها. جمالك، رئتك، عينيكي، لمسه ايديكي. كنت اول ما اشوفها اخد ايديها من ايديا كده احطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير واحس براحه غريبه غريبه. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده كده احس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت تبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده وكلها مشاكل. ما صدقت لقيتني يعني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. الكارو اه. اسمع عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش ناحيتها خالص مفهوم؟ باشا باشا باشا. وحياة بابا من عدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامة والقلب ده عيلك. مالك يا عبلة في ايه بس؟ اسألي محروس اخوكي. الشنطة بتاعتي فين؟ الشنطة دي بس يا عبلة. يا عبلة عندك انت احطها فين؟ لا احد. يكون في علمك انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعدة في البيت ده يعني؟ مش قاعدة في البيت ده في 60 داهية يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عندك انت اوديها فين؟ وديها الاوضة عشان الم هدومي. قدامي طيب يا شيف انا تقولي في 60 داهية عاملة؟ ما تقولي حاجة لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونة تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عاملة بتحب بلا حب بلا زفت. قولي الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ لا انت عايز الحق. الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على راي المثل. اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي. انا عارفه الغلطه غلطتي. انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقه واللي كسر يتسامح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ اه مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين ريحته حاجه. بس حاجه تاني. الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حاله ومرته جبتته ما سيبوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. انت بس يا شريف بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى. اللي في دماغها في دماغها. مصممه على الطلاق. مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعت المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما في غيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في قواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها شايفه؟ وتقولي لي بتحبك بنت خيريه مصممه على الطلاق.
انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع. مستلك حاجه تاني؟ لا. يلا بينا خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلعني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبهولك اسمعي بيه. شريف عبله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضهم؟ ايه اللي بقت عيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد. يا عيشه بقت تعصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العيال اخرس خالص. ماشي خربتها وقعدت على طلعها في الزقوم نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة. ماشي يلا. الوقت بيمر وما حد ظهر. الغايب حجته معاه باشا ما تقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانية. لا لا ليه؟ وطي صوتك الحته مليانه نضرجيه لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هيروح حته تانية؟ ده مؤاخذة ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبة. دولاب من اياهم؟ اه الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودرة؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. اه بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف. واللي مشغلها البيت نوسة جو بتاع بدوي عشان كده جايين جايين. ما تقبل بسجارة باشا كده يجيبك ثواب. سيجاره باشا. الواد ده انا ما شفتوش هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمة. لموا العملية شوية مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمة؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له الكابتن بيكفيه. لا مؤاخذة باشا انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ دي بان عليها بنت ناس وبتحبك. ما اقدرش انكر انها بتحبني بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها على شق. اه انت جننت؟ انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف ما اقول لك. الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجري بق ولا حيلتك اللاضه. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه؟ بدوي. وادي خالد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل هنا؟ يا ارموها معلمي. بيض بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. انا رايح فين؟ اه اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا هو ده اسمه بالانسو جوه ايده مرزبه. الله تسلم ابو الرجل. التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايف بتاعت امبارح كانت احلى. انت احلى من الكل.
ابني حرش الحجاره شويه. بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى والله وقعت ولا حد سمع عليك. سلامتك يا صابر. مال عليك. فين الحفظ والصونة وبها ذاك رشاد؟ بغص العربية؟ وانا كنت بغص مرشيدس اخي. هلا بيك. ايه ده؟ وريني خدت ايه الحاجات دي؟ يلا بدي اشحن. دلوقتي يتصرح. لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شوية. اه اسمع خده واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع دي والحق خير ورشاد يا باشا. احمس نفسك لغايه ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوه روحكم. يا باشا كده يا باشا. الله ده انت بسبعة ارواح يا باشا.
من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر. لسه متضايق؟ هفرع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حاله نفسيه. لا يا شيخ، يعني كل ما بعصب اروح مكسر اي حاجه قدامك؟ طوالي. اه، وانت لما هتتنرفز انت كمان هكسر اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله انا ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اهلا. اتفضلي تعالي تريحي. اتفضلي. اقعدي يا ماما هنا. اتفضلي. اهلا. اتفضلي. ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ايدك الكدوزه لماما. من تحت. ايوه هات بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولك مش عايزه. ودي تيجي برضو. يلا يا حماده. اذا كان صاحبه الشقه نفسها بتقولك مش عايزه. مش كده. اكيد تعبتي مش كده؟ ايه ده يا بنتي؟ مش تقولي انك ساكنه في البرج؟ وانا لقيت غير كده يا ماما وقلت لا وما سكنتش. امال امال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت اوضه النوم بكره واحنا هنكمل الباقي. اه بكره. ودي شقه دي تديك فيها 60 جنيه. اوعي تقول الكلام ده لاحمد الحسن ده على الاخر. طبعا انا فهمته انها ب 25 جنيه بس وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المره الجايه لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقه من حلاوتها. انا هو انا فيا صحه عشان اجي لكم هنا تاني؟ على اذنك يا اختي انا ماشيه. ايه يا ماما مش معقوله رايحه فين؟ يا اختي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جايه عشان خالتك تعبانه شويه. قلت اروح اشوفها وفوت ابارك لك على الشقه. ما كنتش عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. فبتتعشي معانا بكره؟ انا اتعشى معاكم اطلع السلم ده تاني. وحياتك يا ماما. سلام عليكم. عشان خاطري يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. حاضر. ما تنسيش يا ماما. حاضر. مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي بسيني مش لما دق في روحي الاول؟ اخفى عليك خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفت حاجه؟ لقيت فوايده حبينا الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متامي ورجلينا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبه ابتدت تخرج مفاصلي. طب اسمع انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها جنان جدا. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي الطروش. ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. اه جواز تقليدي يعني. هو الجواز كمان حطوه على درجات؟
ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبة، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوف في ايه؟ يا حبيبتي، أنا لغاية دلوقتي موافق على كل حاجة. إنما توصل لحد إن أنا أواجه حرامي وجها لوجه، أنا آسف، ده مش من طبيعتي ولا من أخلاقي. قوم بلاش كسل، الزوبعة خلصت. يا تقومي تقابليه أنت، يا تنامي وتسكتي. أسكت إزاي؟ لا أقوم طبعًا. تقريبا صاحب الشقه دي. ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت من النهارده وما تقربش لحسن حضره في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العماره مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الايجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوفي قله الحياه. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما، انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين ابقى تحت، من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم انط ابقى جوه ونام، ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوه؟ لا يا ماما، متشكر. يا ما لقيتش ما عندناش لا بن ولا ميه. بتتكلم حتى الحرامه ضربت معاه الصحوبيه. هنعمل ايه يا استهانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمه. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور ما اجر لنا الشقه دي ب 60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. احمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. احمد مين؟ احمد جوزي. وستك متجوزه؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم. اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبي على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفة. لا ما تكسفنيش، ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لأحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزومة. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من اهلي. من حق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك، مش مهم. اصيله يا نوال هانم، اصيله. مع السلامه. انت واقفه تتسالم على الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ الدمنهوري مين؟ جرى اللي في البدروم. اللي في البدروم؟ وايه اللي جابه في الصبح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم على مطبخ البدروم على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. ايوه، يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متقدر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقومي تخليه يعمل شقتنا كوبري؟ الناس لبعضيها،
النهاردة احنا نساعده وننططه من فوق لتحت، جايز بكرة نتعذر ولا ندفعش الأجرة ينططنا هو من تحت لفوق، والواحد برضو لازم يبص لقدام يا حبيبي. إن هذا متهم الوائب أبابكم، إن هذا متهم الوائب أبابكم. إيه ده يا أستاذ أحمد؟ مؤاخذة يا فندم، أصل يعني امبارح تضيعوا في ماذا أقول، والنهارده تضيعوا في البرد ولا في الوقت؟ أصل ساعات الليل يعني الإزاز مكسور يا فندم. الإزاز يا فندم، الإزاز مكسور والأوضة أصلها من هواء، فهو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يعني. إيه ده البرد؟ لا يا فندم، عبد السلام أنت مجهولي يا أستاذ، ركز في القضية اللي قدامك، اقعد استريح على مسألة الشاهد الأول. نادي على الشاهد الأول. عبد الفتاح سليمان المنشاوي. قول والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم أقول الحق. رفعت الجلسة. يستحسن برضه يا فندم. متشكرة قوي. مع السلامة. بوجودك فيها. انا عنياه جارتي في الشقه اللي تحتاج على طول. اهلا وسهلا، اتفضلي. والنبي يا حبيبتي، انا اول ما سمعت ان الشقه سكنت وان السكان علي الجداد طرت طرت من الفرحه. ميرسي يا ست عنياه، تبان عليكي ست طيبه والله. الله يخليكي. بس يا اختي يكون في عدل، انا شقتي شقتك وشقتك شقتي، حكيم انا احب الناس قوي وعمري ما احب التكليف. مفيش في الدنيا احسن من ان الناس تحب بعضها. يخرب بيتك صاحب العمار، عرف ازاي يخلق الشقه دي من الحته الصغيره دي؟ ازمة سكن بقى. ده راجل جشع طماع بعيد عني. الود ده وده يعدلنا كلنا من العماره ويقبرها مفروشه. وفرش ايه؟ زي ما انت شايفه كده اهو. بس بيني وبينك كده، الناس دي مش عامله حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجلنا حد، هم بقى على جهنم. يا عالم اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاته من يد ما نعدمهاش كمان واحد. إيه بس ما كنتيش تحلفي. عن اذنك ثانيه واحده. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكرة ايوه حلوة قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوك بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيه بتاعي بيشتغل في شركة استثمار كبيرة قوي. حاكم بيتكلم بالسبعة تولسون. هايل. بقالنا 12 سنة متجوزين والحمد لله عايشين عالي العين، عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. اكيد راجل عظيم. لكن الرك برضه على الست، والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقليش بالكلام ده، هي صحيح امثال شعبيه لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقول لي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الاداره الداخليه
والعلاقات العامة. حلو قوي حكاية الإدارة الداخلية والعلاقات العامة دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في إيدك، تصرفي اللي تصرفيه وتتكني اللي تتكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي، هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. خلي بالك كده، في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم ينقلبوا ويفتروا. ايوه على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. انا هكون مع الطلاق يا حاجة. ابدا، انا يا دوب كنت حبك عشان الغابة. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل، انا احنا قاعدين نستمر مع بعض. على رأيي طول عمرنا بنطبخ للرجال، اخذنا منهم ايه؟ بس ده كتير قوي يا معلم. المعلم على كل عيش كان بيظبط مراته على مرات اخويا. قول لي بقى، ده ما تتعبش؟ لا يا معلم، كان اتدابوا عليه وريح روحه يعني. الله 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 الله، مليار تاني، انت معانا ولا معانا؟ ايوه ابراهيم، الجلسه الجلسه معانا. ساعات بين قاضي اجل الجلسه لغايه يظهر خد بالك وراك. طب ابعد عني احسن تعديني. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبت الحاجات دي كلها منين يا ست هنياك؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. أنا يا حنم جارتنا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. أنت عيان ولا إيه؟ شوية. أدخل استريح. تعالي. تعالي هنا، ما تلبقيش عليها قوي كده يا أختي، أحسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي؟ الست الجنينة لازم تداري على عواطفها شوية، أحسن يا لهوي يا لهوي على الرجالة لما يعرفوا إن إحنا سواهم وعين. معقول بره؟ طب امشي انا بقى احسن من التعديل. مع السلامه يا حبيبي، الله يسلمك. لحقت الصاحب على الجيران وجيران الجيران. استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو يعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحة بقى أنا راجل البيت ولازم أقول رأيي. وأنا مسؤولة عن الإدارة الداخلية في البيت والعلاقات العامة، وبما إن عبد السلام أفندي جارنا يبقى تابع للإدارة الداخلية والعلاقات العامة. أنت بتقولي إيه؟ أنت متجوزة عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك أطلع عيلة في كلامي قدام الراجل؟ نهاية من هنا لغاية بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمرد عشان تعرف عواطفي، انا فاهمه لعيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده من ايه؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي غدا، احسن هموت من الجوع. احمد حبيبي، انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ملحقتش اطبخ. ملحقتش تطبخي؟ الست عناد جارتنا اللي شفتها جتني من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ معلش انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها، هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا اما؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك، اروح في خدمه الغدا. تعالي هنا.
فاضل كام جنيه لستهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 ساق مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه. اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي. الصرافي ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، هتفيه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. تصور يا حبيبي، العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور، بيقولوا انه بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده، هتعود تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب الراجل غريبه خطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول المدلل ده. دي ولاعه يا حبيبي. ده زي بطلة فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش ده على الوعك، ان انا من فضلك. طيب. يا ماما تعالي. على ماهي. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي، انا مش هقدر اجيبكوا هنا تاني ابدا، انا مش بايعه عمري. بعد الشر عليكي يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله، بتقولي كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا، احنا هنتعشى بره. ولما احنا هنتعشى بره، مش كنت استناكوا تحت؟ لازمته ايه اطلع لكم لحد فوق؟ لا، ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني، بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور، تمشي من على السور زي بتوع السر، وبعد كده تنزلي، بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولنا النجاه نروح كلنا نطين جوه. الله، مالك يا احمد؟ انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، حضرتك بتساليني وانا بوصف. اصل انا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي، لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه، وطبعا ما صحش الوزارات تتداخل في امر بعضيها. انتوا يا اولاد تتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك، سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا. راح فين يا حماد؟ مش بتقولي هنخرج؟ ايوه، ما احنا هنخرج بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا ماما. هتعملوا ايه بس؟ فهموني، اعملوا معروف. وطي صوتك يا ماما. وطي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق. تحت، فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق ومتحت ده؟ عبد السلام انت مجهول. مش معقول، انا مش ممكن اخلع ده ابدا. صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟
سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي مضايا هنا في الظهر بالاستلام دول 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 قبضه ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا استاذ رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كان يجيب لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا ماشي. كانت ماشيش في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. ده تمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي. مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ انا نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال حضرتك واقفين هنا للصبح. الله. مش شايلين 400,000 جنيه ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقي؟ لا برغيت الست. ودينا المجمع بخمسين سنه. عينيا ماشي. اله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ استنى عليها يا بشبيش. ايوه استنى عليها يا بشبيش. انا معاك بيه. تعال يا بشبيش. حاضر بيه. تعال يا بشبيش.
يلا في مرات خلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سر رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله، انت حطيت حلم احضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال لك وانتوا تقفوا صف في الجمعيه، وهنا لا ليه؟ الله، هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. قول يا ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله، انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش ارض يا فندي، انا لسه عبرد الخزن. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان، معلش. ما دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان، اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يا عم خلصنا بقى، وبعدين معاك انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتبقوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقوم وحبي بقى، وقف في اخر الصف هناك، اجري نجرد الخزنه، مفيش ارض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله، تعالى. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي، خدي حوالي قوي، حوالي قوي على المروح. على طول اتفضلي يا ست زينب. شكرا. استني مرحوع على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانيه. لا يا اختي، مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتها، هنقبل الحرام؟ قولي يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامة. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك، اجي اقف في اخر الصف، انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل، وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت؟ اشرب ايه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان؟ لا يا اخوي، انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش بتقول عندك عجز ب 160 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفايز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. يا
هنعمل ايه بقى؟ بس شويه فاكهه يستاهلوا بقك. اي أيوة والله. رمضان؟ لا شوال. حلو. وايه اللي على الارض ده؟ جايب لكم زياره. ايه؟ شويه يوسف افندي على شويه برتقال على شويه بلا عيش عشان علي تاكل عيش. من ابو 8 ساق. 8 ساق ايه؟ هو في حاجه ب 8 ساق الايام دي؟ ده اقل حاجه ب 60 ساق. ربنا ما يحرمنا منك. يا جايب لنا ومحمل لنا وشايل لنا. ربنا يكتر من امثالك. ربنا يخدم. بتقول ايه؟ ايه؟ لا ولا حاجه. اصل الست والدتك مش عاجبها الزياره اللي انا جايبها. بص البرتقال. شوفي بدله خير البرتقال عامل ازاي؟ ولا اليوسف افندي؟ حد يلاقي يوسف افندي زي ده؟ ولا شوفي بلع على النعمه ما حد يلاقي بلع عيشه زي ده؟ شوفي البلح وحلاوته؟ شوفي حلاوته؟ معلش يا رمضان معلش، ما تزعلش من كلام ماما. يا ستي ولا يهمك، انا علشان خاطرك استحمل اي حد يقدرني. اي والله كل يهود، حتى كلام امك اللي عامل زي ما تغسلي قفاكي بميه ساقعه في عز البرد. بقى كلام ماما عامل زي الميه الساقعه في عز البرد؟ هو مش زي الميه الساقعه بالظبط، هو زي الزفت في كل فصول السنه. اي والله سنة سودة على دماغها باذن الله. اخفى عليك يا رمضان. اسيبك انا بقى واطلع. ليه بنت بقى زياره؟ رمضان. يا نعم. على فكره انا حضرت لك لقمه في الاوضه كلها. ربنا ما يحرمك مني يا انس الوجود يا احلى فتاه لقلع الحمام. بس بقى يا حي. يلا استعنى على الشقه بالله. وسيرتك العيال. عيال ايه بس يا رمضان؟ هو انت يهمك السلم؟ انت شباب. طب ما تيجي تطلعي معايا. اهو نونس بعض. وذات نفس الوقت عقبال ما نطلع فوق يكون الصيف جه نربي كتاكيت. كتاكيت ايه بس؟ امشي بقى احسن ماما تقلق. ما تقلق. ايوه يا ماما انا بلم الفاكهه وجاي اهو. امشي عندي بقى يلا. علي مش عاجبها بلا عيش. امال اجيب لها ايه؟ رمان بيل. يا بسني فنك ما ينهش عظمي. عظمي ايه في الفرح ده؟ ده فخر وخيبه. سلام عليك يا ماما بقى، انت دايما كده كسفاه. يا اخت روحي. اضرب يا شبيشي. الله يخليك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا عم؟ الله، رمضان ده قلت لك فلح مقفل. الله، انت مش بتقول انه غلبان وواقع؟ مهما كان، لكن ماشي على الصراط المستقيم. على كل ملوش في الطيب نصيب. كل واحد دخله معانا اللعب يطلع له قرشين حلوين. لا، اعمل معروف والنبي. فكر في أي حاجة إلا رمضان ده. كده ماشي. أنا بقى هفكر في التفكير اللي آخر حلاوة. بس يعني الحكاية دي مضمونة هلوتي؟ يا بشبيش اطمن، الهلوتي ما يفكرش في حاجة وتطلع مش مضمونة أبداً. إحنا بنلعب يا بشبيشي؟ ده إحنا عيال مخنا نضيف. 400,000 جنيه على تلاتة، يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحتة. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق، سلمتين له رمضان. يا عم هلال يا عمو عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه؟ شوف الطعميه حلاوتي. بص سخنه ولع نار. مد ايدك مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربيه على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد عايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده
كان شيخ العقبجية زمان في سوق التلات، وأي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الأول، يدينه العلقة الجامدة التمام اللي هي علشان يزله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقدة تاريخية بقى، حتى العقبجية عندهم عقد تاريخية. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بلك، انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله. يا عم هلال الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. ولا اسم رمضان؟ اه. وهلال قبل رمضان؟ اه. يعني هلال رمضان؟ اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا، انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب كفايه انا اشربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. ما فيش ميه، اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ ما فيش. بقول لك يا خلاص تغسل وشك، مش تشوف المايه هتكفيك ولا لا، يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان، هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعت قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. ما نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سايبك في كابوس اصعى على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ملفوفة القوام. أي والله ملفوفة. ما ينزع. سمي أخويا على العيل ده لما أملى صفحة المية. الله جرايها يا ست أنت، إيه اللي جابك هنا؟ ما أنت ما عندكش دم، أنت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضه؟ امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فاضيالك. طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ فين علاقة
عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا وليه؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه؟ ايوه. سرقه يا وليه مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه مش انت اللي مديهالي العيل قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. الصحة يا رب، ربنا ياخدك اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجاة يا عم هلال. الشعبط على مهلك، حماتك تحبك، غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفطر برسيم يا راجل، الطعميه السخنه ايه؟ كل حماتك تحبك. ماشي، بلاش حماتك تحبك دي. طيب بلاش، حقك عليا. بقول لك ايه يا اخويا، ما توديناش محكمه عابدين؟ اخد على راس باريزه. باريزه باريزه يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوان. يلا يلا ياخد، يلا ياخد، اطلعي اختي. اطلعي يا حاسس. انا باخد لحاسس. يا اخويا يا اخويا، يا اختي اطلعي بقى.
يمشي سبعة عشان يشيل. ايه هتخمنك؟ أول مرة أشوف واحدة ست بمقصور. طب شيل شيل. عايزين اتنين أربعة رجالة يشيلوا معانا. طب شيلني ساعتها. يا أستاذ تعال شيل معانا ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلمة يا عمي هاني. لا مفيش سلمة معاك شيل. اوعى. أنت حط يمين وأنت حط معاك شيل. شيل. الله أكبر. الله أكبر. شيل يا جدع. شيل. تعال يا اخويا تعال. والحين عدينا مؤاخذة تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا بعد عنك. وزع لقوا فلوس ناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هفوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 أشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا بجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء أجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ايه ده؟ انت تقول لي ايه ده؟ انت تقول لي ايه ده؟ اوعى ايه ده؟ هو انا العصاب؟ لما تعوى بقى. ايه يا ولد انتوا ايه؟ ده انا خافنا تطلعوا لي في المنام مع اللي بتسمي. اوعى حد يا محمد. اوعى. يا نهار اسود. قول. والله العظيم بتكتم يا ولاد. يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوم هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 أشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ ابو الجبنه يا اخويا عاملينها فتحه. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا تلك نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبويه؟ يا سعديه يا اختي دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تحطهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي بقى يا اولاد. انت على الصدفة فوق. هو كابتن زكي مش موجود عندكم هنا؟ زكي مين؟ زكي عبصير ده صاحبي قوي بقى. في حد من القروه اسمه زكي عبصير؟ ما عندناش الاسم ده. ايوه موجود عندكم ده. الحته بتاعتنا كلها عارفه كده. يمكن على مركب تانية. الكابتن زكي اللي انا قصدي عليه ابوه بقى فسخاني عندنا في السيده زينب. احنا مالنا ومال والده؟ بقول يعني كنت تفتكروه من ريحته. ارجوك اتفضل ما تعطلش يا دكتور. زكي اهلا ممدوح. ايه ده زكي اللي بتعمله ده؟ يلا ازيك يا ممدوح. ما ايه حكايه الكابتن انت هريلي بيها في الحته دي؟ ده كلام بس عشان الجيران يحترمونا. ما انت عارف الدنيا كلها مظاهر. شاطر بس تقول لي سافر وانا نايمك ابدع نومه. ما احنا فيها في ايه يا جدع بلانيله؟ ما الحكايه باينه ايه؟ وشرفك هتنام في ابدع كابينه. هات شنطتك وتعالى ورايا. على فين؟ كابينه نمره 3 لوكس فاضيه الظاهر ما حدش حاجزها وننام فيها. وبعد شويه تنزل انت من مركب وتدبي سنه في مصيبه. الله اطمن المركب هتمشي خلاص. قوم يلا قوم قوم.
ناس عايشة. عبدو. نعم. تعال افتح كابينة ثلاثة بسرعة. مساء الخير. عرضك بلاش فضايح. اهدي اعملي معروف. اهدي امسكي اعصابك امال. انت مين؟ انا عبد من عباد الله. حرامي؟ معقول حرامي في وسط الميه؟ ثم حسر ايه والكابينه فاضيه بتنش. الموضوع استهاني وما فيه. انا لازم اسلمك لوطان البلد. صحش انا شاب محترم وابن ناس، ثم ان الموضوع ما فيه. ما فيش شاب محترم يطلع من تحت السرير. ازاي ده كل الشباب المحترمين بيطلعوا الايام دي من تحت السراير، وده الناس طيبين قوي بيطلعوا من تحت السراير، ثم ان مساله فوق السرير تحت السرير دي مساله ظروف مالهاش علاقه بالاحترام، الموضوع ما فيه. مش عايز اسمع منك ولا كلمه، ولو نطقت بكلمه واحده هسلمك لابطال المركب، فاهم؟ اتفضل اطلع بره. انت واقف متنح كده ليه؟ ما تنطق في ايه؟ مش سعادتك قلت لي ما تنطقش. وديني بقول لك انطق. لا ما انا كمان ليا شخصيتي وفي موقف زي ده لازم حضرتك تحددي وبكل وضوح انطق ولا ما انطقش. في ايه؟ خلصني. ممكن اخد شنطتي من تحت السرير؟ اتفضل خدها وخلصني. لما انت هتنامي لوحدك على سريرين؟ اتفضل بره. اصل الموضوع ما فيه. قلت لك بره. لوحدك على سريرين ده افتكر. الله العظيم افتكر. في ايه يا مؤاخذة؟ عادي العشاء. والله جه في وقته. الجماعة بتوع المركب دول ما بيزدوش حاجة أبدا. يلا يلا قوموا اتعشوا. تاني دي بلاش اتعشى انا ولا ايه؟ تأمر بيه يا سعادة البيت؟ هو مش المهم امر بايه، المهم انتوا حاجاتكم كويسه ولا اي كلام يعني؟ لا يا فندم باذن الله هكون مبسوط. تسمع التذكره؟ تذكره ايه؟ احنا في اتوبيس ولا هو انت جرسون ولا كومساري؟ سعادتك فهمني غلط. هكون فاكرني ان انا راكب سفلاق. الناس دي عليها حاجات ما بتعرفش تتعامل مع الشخصيات المحترمه ازاي. انت مالكش اكل عندنا هنا؟ ماليش اكل هنا؟ امال ليه اكل فين؟ هنديها تساؤل على المركب يعني ولا ايه؟ هنا درجة أولى وبس، أنت مالكش أكل على المركب هنا، اتفضل، ما تعطلناش، اتفضل بره، اتفضل.
رمية التذكرة دي يعني ممكن تضيعها. المواصلات بقت زي الزفت. اتفضل يا استاذ. طيب. الواحد يركب ايه بقى؟ مش عارف. مش عايز أي خدمة، أي خدمة على المركب، أنا تحت أمرك. حقيقي يعني. طب أي سندوتش، أي. اتفضل يا استاذ، اتفضل. اتفضل. محدش مستريح في الزمان ده غير بتوع الدرجة الأولى. يا بني آدم. الله، راحت فين الحاجة؟ في عفاريت هنا. شو بقى حركات العيال دي؟ انا ما احبهاش. قصدك ايه؟ قصدي كل واحد طبع ملاقوش يا بني ادم. انت اتجننت؟ اتجننت ولا كرشك اللي اتجن؟ ايه؟ النبي عايزين عيش يا عم الريس. عيش. تشكر اخويا ربنا يخليك. يا جدع مد ايدك ما تتكسفش، احنا جدعان قوي. انت صدقت؟ تلعبوا ايه؟ تلعبوا ايه؟ صباح الخير. زعلها وحش قوي الست دي. لسر قبطان وطاقم الظاهره ان يرحب بكم ويقدمون لكم هذا الحفل احتفالا بكم، ونرجو ان تقضوا معنا وقتا ممتعا. ودلوقتي نبدا المسابقه. المسابقه يا جماعه بين اربع ركاب. ها مين يحب يشارك معنا؟ طب يعني اللي هيشترك يرفع ايده فوق كده. طب اوكي اوكي، اللي هختاره منكم يجيني هنا ويجيب كرسي معاه. ماشي. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. ايوه. اتفضل حضرتك. اتفضل استاذ. مين تاني؟ طب اتفضل سيادتك. اتفضل. اتفضلي حضرتك. بس كفايه كده قوي قوي. ودلوقتي اسمحوا لي اشرح لكم المسابقه. كل واحد من الساده المشتركين هياخد بالونه ومنفاخ، وكل واحد هيقعد على المنفاخ ويحاول ينفخ البالونه، واللي بالونته هتفرقع الاول هياخد جايزه المسابقه. بسرعه لو سمحتوا. بسرعه. ايوه. ها 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 يا جماعه. ايه جاهزين؟ جاهزين. كله تمام؟ هنبدا. يلا. تلاته اتنين واحد زيرو.
بس. طب كفاية كده وألف مبروك يا سيدي. هنا بنكم الفايز الأول. اسمح لي دلوقتي أقدم لك الجايزة الأولى. بلونة بدل اللي اتفرقعت. والآن نترككم مع أنغام الموسيقى. كنت كويس أنا مش كده؟ أه؟ طب قولي لي مبروك، احسنت يا استاذ، هايل يا كابتن. انا مش لسه واخد بطوله البحر الابيض قدامك؟ تكونش حضرتك فاكر انك اشتركت في الاولمبيات؟ اكتر ده انا مفرقع بالونة بحالها والواحد. ايوه كده فكيها، احبكها قوي كده ليه؟ مفيش حاجه في الدنيا دي كلها مستاهله. وبعدين انت عايز ايه بالظبط؟ نفسي تديني فرصه، اصل موضوع ما فيه تاني. ما قلت لك مش عايز اسمع حاجه عشان ضميري يستريح. طيب اتفضل قول. اصل انا ست هانم راجل ابن ناس، انما بالنسبه لظروف الماليه مش ابن ناس قوي يعني. فانا التذكره بتاعتي اصلها على السطح، واخد بال حضرتك؟ فلاقي واحد صاحبي بيشتغل في المينا قال لي الكابينه بتاعتك واخد بالك فاضيه والمركب هتقوم، ما تروح تنام فيها. قلت له اوكي. دخلت الكابينه ولسه هحط دماغي وحطقلت في النومه بقى. جيت حضرتك رحت انت نازل تحت السرير. ما انا ما لقيتش حته تانيه استخبى فيها. طب ونمت ازاي الليله اللي فاتت؟ نمت هنا على السطح في الهواء الطلق. ياه ده انت تاخد برد كده. لا ده احنا عيال بقى ولاد بلد متربيه في حواري وصحتنا تستك في الحديد. امال ايه؟ شفت ازاي بقى انك خدت برد؟ لا ده شويه سل خفيف كده ما يهمكيش. دي أول مرة تسافر على مركب؟ لا أنا سافرت أصلي مرتين وأنا طالب، ودلوقتي بقى خدت البكالوريوس وخارج أجرب حظي. تفتكر يعني هتلاقي شغل بسهولة؟ والله بقى بسهولة بصعوبة ما تفرقش معايا، المهم إن أنا مصمم على النجاح. ثقتك في نفسك كبيرة. يعني أنت مش زعلانة مني؟ يهمك تعرف. طب ما هو أصلي لو ما كانش يهمني أعرف ما كنتش أتنازل عليك عشان أكلمك وأشرح لي كل حاجة. المرة دي جت سليمة، بس اوعى بقى تعملها تاني. معقولة؟ كل شوية اقعد انطلق بقى ولا ايه؟ طبعا اذنك، اروح ارتاح شوية، لحسن المركب هتوصل الصبح بدري. مع السلامة يا فندم. أنا هكون في الأوتيل ده لمدة يومين، لو احتجت أي حاجة ابقى اتصل بيا. متشكر أوي. حقيقي متشكر أوي. والله ظريفة أوي الست دي. الو اكسكيوز مي مدام، فين الريسبشن؟ في ايه؟ انا كنت نايم في اسد النومه، لقيت الباب بيخبط، قلت مين؟ البوليس. قلت يا لخوي انا ما نخبس البوليس ده ليه؟ ما كنت في مصر، كنت كل ليلة نباتوا في التخسيبه كراكون بولاك، وده لا سنه على الخمره بتاعنا مخصوص. والله ولا مخصوص ولا حاجه يا اخينا. البوليس جه وصحاك وعايزك. انا مالي انا؟ البوليس مش عايز انا يا مدام، البوليس عايزك انت يا مدام. انا كريزي هاتسي اوشي ملاي اتلبي. باركالو
اتفضل. كريستوف بارابولي اكسو. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. شاكرين قوي يا جدعان. كريستو بارابولي يا خرج. زعلانه مش كده؟ على كل حال حضرتك قلت لي لو احتجت اي حاجه ابقى اتصل بيا. مش معنى كده انك تصحيني الفجر وتجيبني اسم البوليس. معاك حق يا بايخ، لكن اعمل ايه؟ قالوا لي هتدفع التعويض لصاحب المطعميه تتحبس. انا مش قادر افهم، انت جاي تدور على شغل ولا على مشاكل؟ يا ست هانم ده راجل نصاب واونطاجي. تصوري حضرتك حاطط تسعير على باب المطعم، قريتها عجبتني، قلت اتكل على الله واخش اتعشى. بعد ما اتعشيت بيدينا فاتوره تقطم الوسط، ملهاش علاقه بالتسعير اللي على الباب خالص. جيت اتفاهم معاه زعقلي. رحت انت ضربه؟ انا كلمته، ده هم يا دوب بنيتين وشلوتين وافتكر ركبتين وسيف يد وبس. بس وعضيته، عضيته في ال يعني عضيته. يلزم خدمه تاني؟ طب ممكن اعرف عنوان حضرتك عشان لما ربنا يفرجها ابعت لك الفلوس اللي انت دفعتها لي؟ اذا كان على الفلوس انا مش عايزاها، واكون سعيده جدا لو مشفتكش تاني. لا ما هو انا لازم اسدد اللي عليا. وانا مش عايزه يا اخي. اما ايه يا قوي الست دي؟ عاجبك كده؟ ملابس طول الليل وكمان مفيش بسيس؟ حظك كده بقى، هتعمل ايه؟ امال مين هيدفع الاوفر تايم؟ ده لولا انا كان من زمان سنقوك عند الاسماوي بتاع اليونان. يا عم حل عن سماي، هو انا لا اكل؟ ده انا على الحديده. الحديده؟ ايوه تشتري الحديده. انا برضو كنت في مصر وجدع، انا سفلك سفل. بتتكلم جد؟ Dinner is ready, sir. Dinner is ready. طيب تعالى بقى بحاجة. بكشيش something. حتى الخواجات بقوا كحيتة، لعل أبوك ولاد كلب. دينر العشاء. دينر يعني هتتعشوا ولا هتبوسوا؟ حددوا موقفكم بالظبط، بوس ولا عشاء؟ مسيو يا مدام ولا هم هنا؟ دينر يا جماعه، دينر مش عايز انت دينر. عشاء العشاء. اوكي اوكي. عيني عيني. لا لا عيد، لا بجد العيد. لا يعني نظام تمام. عشاء ايه اللي هتتعشوه؟ اللي انتوا بتعملوه ده اجدع من العشاء 100 مره. ما احنا طول عمرنا بنتعشى، خدنا ايه من العشاء؟ مش معقول، بتعمل ايه هنا؟ يعني زي ما حضرتك شايفه بخش كل اوضه اقول لهم دينا نزل دي واقعد اتلكح شويه بنحنا علشان يدوني البقشيش، ومحدش بيعبرني فباخد بعض وامشي. بيبقوا في حالات غريبه كده. مش معنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها؟ فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه، لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المرة دي على أكل عيشك. إن شاء الله يا فندم. خدمة تانية يا فندم؟ لا متشكر. هو حضرتك هتسافر بكرة؟ إن شاء الله. في الحقيقة أنا عمري ما هنسى طيبة قلبك
وكرم اخلاقك. انا ما عملتش حاجه، ثم احنا ولاد بلد واحده والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني بسامحاني؟ بسامحك. متشكر يا فندم. في الحقيقه يعني انا متشكر، ان جيت الصراحه يعني متشكر قوي. استاذ ممدوح. نعم نعم. محتاج الفلوس؟ لا يا فندم متشكر، انا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم اهو. على كل حال لو احتجت لاي حاجه من هنا لبكره انا تحت امرك. يا فندم انا متشكر قوي، وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انا متشكر حقيقي يعني.